واحد التحيه للدراري كاملين اللي متواجدين معنا واللي تعاونوا معنا لا بالصغر ولا بالكثير. اخويا اش غدير؟ راه كما كتشوف معنا اللوحه ديال الاخ ديالنا ريان اللي توفى، كما كتعرفوا القصه المحزنه ديالو باللي راه طاح في البير. وراه كنا حنا كما كتشوف معنا في هذا المسج جاء لي يذكركم انكم امه واحده ورحل. حنا كان غادي يكون عندنا واحد الفكره احسن كون ما توفاش، حيت حنا بدينا قبل ما يتوفى كنا كنرسموا وكنا كنتفرجوا في اللايف مباشره، فهمتي؟ ولكن اخويا في اخر اللحظات فاش قالوا لنا راه تجبد فرحنا، وكان كانت اللوحه غادي تكون عكس هكا، غادي يكون واحد الميساج اخر. ولكن بعد 15 دقيقه تقريبا صافي وصلنا الخبر باللي راه توفى. والصراحه تشوكينا واحد ساعتين وقفنا العمل وصافي توقفوا الدراري والرسام ديالنا التحيه ليه مختار الزري رجع القوه تاعو وبداني تكمل في هذه الرساله. وبقينا على هذه الرساله ثلاث ايام تقريبا، ثلاث ايام ونص وحنا كنرسموا فيها. كما كتشوفوا معنا راه هذه اللوحه الصفه النهائيه تاعها كما كتشوفوها. وتحيه لاي واحد ساهم معنا وتحيه اللي ساهموا مع العائله تاع اخونا ريان اخويا. لا اله الا الله. المهم كنتوجب منطقة الدرارقة أكادير. المهم هاد اللوحة فنية اللي كما كتشوفوا راه صرنا عليها ليالي، وكما كتشوفوا باش تخرج لوحة فنية زوينة، وأول تقريبا أول لوحة فنية في المغرب من بعد مصر، حيتاش كاينة مصر درت واحد لوحة فنية بحال هادي، ولكن المهم شوية المهم، ولكن المغرب أول لوحة فنية هي هادي في المغرب كامل. تقريبا ديال أعضاء المجموعة. أعضاء ديال المجموعة نقول لك الحي كامل تقريبا ساهم معنا، فهمتي كيفاش؟ الدراري نقول لك كثار، فهمتي؟ المهم كيعيا هذا كيدخل هذا، المهم مساهمين بيناتنا باش بأنه غادي نعطوا واحد اللوحة فنية زوينة. وكنشكر مختار الزري من هذا المنبر يصر عليها وتعاوننا معاه، حيتاش هو الرسام هو البروميان هو البروميان وغير دري صغير زعما 16 سنة موهبة تستحق الدعم فعلا. حنا كنا بغينا نديرو لوحة فنية من قبل ما يموت بنهار، قبل ما يموت وفرحنا به منين نهزوه، ولكن من بعد من تلقينا الخبر حبسنا لغينا الرسم صافي. حتى النهار الاخر عاد صافي كملنا، حيت ما قدرش بنادم يكمل، حيت جاتك واحد الصدمة قوية. لا اله الا الله. بعد ذاك الحدث كيفاش؟ ذاك الحدث صراحة جاء حزين ومفجع جدا، حدث ما كلشي المغاربة والعالم كامل مأثر فيه بزاف. من تتهديو هذا؟ هاد اللوحة الفنية كنهديوها للعالم وجميع المغاربة والأسرة ديالو، الوالدة ديالو والوالد ديالو بقاو فيها بزاف، كيبانو فيهم ناس طيبين. شنو الرسالة ديالك من خلال هذا؟ الرسالة ديالنا كنشكروا جميع المغاربة وكنشكروا جميع العالم اللي دعم على الأسرة ديالو، اللي تعاون معاهم بقليل ولا بكثير. كنشكروا المهم كما قلت لك كنشكروا جميع العالم على التضامن ديالهم.